دعا تحالف من أجل الشعب إلى ترشيح شخصية من المستقلين لشغل منصب رئيس الجمهورية. أوضح النائب عن التحالف أوميد محمد أن التحالف يعتقد أن وجود رئيس وزراء مستقل يتطلب أن يتم تكليفه عن طريق رئيس جمهورية من المستقلين أيضا، كما رجح استمرار الانسداد السياسي لأسبوعين آخرين. نحن كتحالف من أجل الشعب، المبادرة اللي قدمت للمستقلين كان علينا أدنى ملاحظات كبيرة عليه، أولها النظم من رئاسة الجمهورية كشخصية مستقلة، ومن ثم نتحول إلى تكليف شخص مستقل. ليس هناك أي ضمانات نحن نصوت على شخص حزبي تابع لطرف فلانية أن يضمن يكلف شخص مستقل. لهذا رئيس حراك الجيل الجديد هو في بيان رسمي أعلنها بأن كمبادرة من باب الحسن النية لابد من الطرف التحالف الثلاثي الإطار التنسيقي أن يسحب مرشحين لرئاسة الجمهورية حتى نرشح شيء شخص مستقل، ونضمن أن نرشح شخص مستقل آخر لتشكيل الحكومة. باعتقادي لحد الآن السداد السياسي مستمر، ومبادرات والمفاوضات بخصوص تشكيل الحكومة واختيار رئاسة الجمهورية لحد الآن مستمر، اللي أنا أعتقد يطول خلال أسبوعين قادمين.